كل اللي انا عمال اقوله ده عشان امهد ليوم الاثنين. الاهلي عنده حفله في المتحف الكبير. المتحف الكبير دي حاجه عظمه جدا اللي في الهرم. يعني احنا بنعمل متحف مش موجود في الدنيا كلها. يتواكب مع الحضاره المصريه والتاريخ المصري الفرعوني. يعني اذا كان احنا حضارتنا 7000 سنه وعندنا حاجات عمرها 7000 سنه وبنجيب العالم يتفرج على عالم الاف السنين الماضيه، فلازم يبقى الحرم اللي فيه هذا التاريخ العريق اللي مش موجود في الدنيا كلها، لازم يبقى هذا الحرم حاجه مش موجوده في الدنيا كلها. وده المتحف الكبير اللي بيجهز وهيفتتح قريبا. لكن الاهلي عامل يوم الاثنين حاجه هناك انا بيدعوني ليها. حتى انا بوريكم الدعوه، بوريكم الدعوه كده اهو. الاهلي يقيم حفلا مساء الاثنين المقبل في المتحف الكبير للكشف عن تصميم الاستاد. هو مش للكشف عن تصميم الاستاد. انا ما جه دعوه دي لما جات لي. وريني كده جزء من الدعوه كده عشان بس فانا مش فاهم اهو. فايه الدعوه دي؟ شركه سبيشيال وعامله شراكه مع النادي الاهلي، تصميم ايه وتصميم الاستاد؟ اتاري الاهلي يرجع لي بقى. اتاري الاهلي بيعمل حاجه خاصه، شراكه مع شركه عشان يدخل الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءه لاعبته بدنيا وذهنيا وفنيا والوقايه من الاصابات، وازاي اللعيب يرجع لكفاءته في زمن قياسي الذهنيه لو غابت عنه. انا ما اعرفش ازاي يعني الذكاء الاصطناعي، لسه هنعرف يوم الاثنين. انا ما اعرفش التطبيقات دي اللي الشركه دي بتعمل عندها وبتمتلكها وهتخش شراكه مع النادي الاهلي، هتساعد اللعيبه بالذكاء الاصطناعي اللي هو الغول القادم او الحالي في الدنيا كلها. احنا لسه بعاد شويه، لكن الذكاء الاصطناعي دلوقتي هو هيتحكم في العالم كله. انت النهارده بتروح دول عربيه، انت النهارده ممكن تروح تاكل بيتزا من غير ما تخش بالذكاء الاصطناعي. كل حاجه دلوقتي بقت موجوده، و و و وعربيه بتتركن وبتمشي بالذكاء الاصطناعي وتاكل يعني دلوقتي بقى كل حاجه داخل فيها الحواديت دي. المهم خلينا في موضوعنا. هل ده منظره الاله هيتمنظر بيها؟ يعني عشان نقعد احنا نغني في الاستوديوهات ونقول يا سلام يا اهلي. شوف الاهلي الوحيد اللي عنده، الاهلي الوحيد اللي في السوشيال ميديا مكسر الدنيا ورقم معرفش كام على العالم ومتفوق على انديه كبيره زي كذا وكذا وكذا في اوروبا. ده الاهلي بيتمرن بالنضاره على حراس المرمى. ده الاهلي عنده شراكه مع الذكاء الاصطناعي. ده الاهلي هيكون اول نادي في مصر عنده استاد بتاعه، منشاه رياضيه. كل ده بيعجبني في النادي الاهلي، البحث دائما عن الجديد والتطور. ازاي تبقى سابق؟ بس خد بالك بتاع الذكاء الاصطناعي ده مش موجود في الشرق الاوسط كله، موجود في اوروبا. ابرز الانديه باريس سان جيرمان مثلا، وده هيخش زي الغول زي الوحش. يعني خلال 5 6 سنين هتلاقي اعتى الانديه في اوروبا بتستخدم الذكاء الاصطناعي في الامور دي، والحفاظ على كفاءه اللاعبين ورفعها ذهنيا وطبيا وبدنيا وكل حاجه. هتقول لي يا شباب انا طب ده ازاي؟ ما اعرفش، هنعرف لسه لما نروح الحفله دي. لكن فعلا ده تحول كبير. هل عندنا الانديه مواكبه الكلام ده؟ ده احنا يا راجل قاعدين نتخانق في 2024 الماتش ده يتاجل ولا ما يتاجلش، وبنعتبر ان النجاح والتطور والانتخابات اللي جايه كل عشمنا واملنا ربنا يوعدنا بمجالس تنظم الدوري ويخلص في شهر 6 ونقول اتعشت كده، اتعشت قوي. والله احنا عشمنا، لكن الحته الثانيه اللي الناس بقت فيها دي حد باصص لها خالص؟ حد بيروح لها خالص؟ حد مذاكرها ومتابعها وناس بتروح وتطلع وتيجي تنفذ وشركات تيجي؟ مع ان عندنا، احنا عندنا خد بالك كل اليات النجاح اللي في كل الحاجات دي، بس احنا دايسين عليها وحطينا ورا الدولاب.
احنا بالنسبه لنا اليات النجاح الكلام اللي كانوا في اوروبا بيعملوه من 30 سنه، ان الجمهور يخش وما يعملش مشاكل. ده كان في الثمانينات، اوروبا تخلصت منه في الثمانينات، خد بالك. يعني احنا من 35 سنه احنا النهارده املنا كده الجمهور يخش وما يعملش مشاكل، انه الفار يشتغل، انه الحاج عامر الناس ماسكاه فرماء عشان خاطر ماتش اتاجل وماتش ما اتاجلش، وده وفق اللائحه ولا مش وفق اللائحه، تلاقي بيجامل لا بيجاملش، والسوشيال ميديا والترند وزكي، واحد زي يطلع يتكلم ويجيب ضيف يخش يهاجم الحاج عامر، والحاج عامر يخش يرد، وزكي يخش يعمل في 2024، والعالم بيروح ناحيه تانية في عالم كره القدم الجاذبه للمال، لان هذه الرياضه هي عشق الناس، واي حاجه يحبها الناس هي عنصر جذب رهيب في الاستثمار. فانت عندك هذا الجذب بالانديه بتاعتك الجماهيريه، ولا صيت يعلو فوق صيت الاهلي على مستوى الشرق الاوسط ده كله، ثم الزمالك في الشعبيه في المنطقه دي كلها زي الاهلي، ثم الزمالك نهائي. ورغم كده احنا النجاح عندنا، جابوا الصفقه ولا ما جابوش الصفقه، فلان راح ولا فلان ما راحش، فلان جه ولا فلان ما جاش، كسبوا الماتش ده ولا ما كسبوش الماتش ده. اه والله الماتش اتلعب ما تاجلش لا تاجل، ونخش الخناقه، وده ينسحب وده يرجعه، ولو انسحب يبقى بطل ولو رجع يبقى بطل، ولسه عايشين في بوتقه قد كده كده اهو. اللي انا شفته ده بتاع الذكاء الاصطناعي ده تحول في طريقه الاداره الاحترافيه للنادي الاهلي في عالم كره القدم. وانا بقول لكم اهو، ويعني خدوا كلامي ارموه جنب الحيطه، اهاب جلال راح في ثانيه، فالوقت ممكن يروح في ثانيه يعني، بس افتكروه يعني الاهلي هيروح حته ثانيه بافكار. ايه اللي هيقول لك؟ هو شفته شباب انا بيقعد يتكلم على الاهلي ويمجد في الاهلي وطلع الاهلي هو الناس هتقعد تقول كده، بعض الناس الخيبان هيقول كده. يعني الخيبان اللي ما بيعرفش يعمل حاجه وما عندوش حجه نجاح وما عندوش اصلا رغبه نجاح ولا دافع نجاح هيقول كده. وفي ناس تانية هتقول لك ده عنده حق، ده الاهلي فعلا سابق، انا ازاي اجري والحق وادرس واذاكر وانقل نفسي انا كمان للمناطق دي؟ اشمعنى هو كده؟ اشمعنى هم كده في الاهلي؟ اشمعنى الاهلي بيعمل استاد؟ واشمعنى الاهلي هيكون عنده مستشفى رياضي طبي في الاستاد؟ واشمعنى الاهلي هيكون عنده منتجات بتاعته باسمه بالابره للصاروخ؟ واشمعنى الاهلي بيبقى عنده ذكاء الاصطناعي اللي هيدخل ده يتحكم في كل حاجه جوه فرقه الكوره؟ واشمعنى الاهلي اللعيبه بتلعب بالنضاره وبتتطور بهذا الشكل؟ واشمعنى الاهلي الكلام ده كله يا جماعه هيخلي الاهلي يقعد كل شيء يسبق بخطوه 2 3 4، ان لم تلحق بيه الانديه هيروح حته تانية. اذا الناس مبسوطه من كده خلاص، محدش بعد كده يقول ايه واشمعنى واشمعنى وفارق وعايز يكسب كل حاجه. ما انت برطه وقاعد مش عايز تشتغل مش عايز تتطور. النهارده قبل ما انتقل للاخبار بتاعه الانديه بتاعتنا، وعندنا اهلي وزمالك في افريقيا والاثنين خلاص يعني اللي هيلعبوا في كينيا، وعندنا بيراميدز والمصري كمان في افريقيا، الاهلي وبيراميدز دوري الابطال، الاهلي في كينيا ماتش الذهاب وبيراميدز في رواندا في كيجالي، والمصري في ليبيا، والزمالك برضو في كينيا في الكونفدراليه.